التخصص الانتاجي اللي موجود فيها. واحنا بنتكلم عن التخصص الانتاجي عشان نوزع الخريطه الاستثماريه الجديده. الخريطه الاستثماريه الجديده بتاعت مصر فين؟ وده المركب الحيوي الاساسي. الفكر ده اللي انا اتمنى انه يمشي في كل محافظات مصر وفي كل وزراء مصر. لان هناك فرق ان انا اخد قرار واثنين وثلاثه. وهل القرار لكن انا مش عارف قرار هيوديني فين. الامم الكبيره العظيمه بترسم مروءه المستقبل.